أيضا أريد أن أنوه بمساندة الاتحاد الأوروبي لمسألة الهجرة وبالتنسيق مع الجمهورية التونسية تحدثنا عن وسائل مقاومة الهجرة غير النظامية وتواصل التعاون مع إيطاليا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي كان لقاء مثمرا مع سيد رئيس قيس عيد ووزير الداخلية التونسي و وزيرة الخارجية وهو مواصلة لحوار تاريخيا بين تونس وإيطاليا وجدنا تفاهما مع سيادة الرئيس في تناول مسائل الهجرة لمسنا أيضا إشارة هامة من الاتحاد الأوروبي على اعتنائه بهذه المسألة مع طرف الإيطالي وتناولنا ضرورة تكثيف الجهود للحد من الهجرة غير النظامية وكانت زيارة الرئيس إلى مهدية وصفاقس دليلا على دعمي لهذه الجهود ومن جانبنا أود أن أؤكد على أن إيطاليا مستعدة لتقديم كل المساعدات اللازمة هناك نقطة أخرى أريد التأكيد عليها من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية لا مجال لبقائه على التراب الايطالي يعني دخول غير نظامي يعني ترحيل من ناحيه اخرى نشكر الطرف التونسي على تكثيف العمل على مراقبه الهجره غير النظاميه وبالتاكيد سنواصل التفاوض مع أصدقائنا التونسيين لإيجاد صيغ جديدة للتعاون إيطاليا ستواصل تقديم المساعدات إلى تونس نؤكد أيضا خصوصا على البرامج لفائدة الشباب والمفوضية الأوروبية ستواصل سعيها لمعالجة مسائل الهجر أيضا وتقديم المساعدات اللازمة أشكر مرة أخرى الرئيس قيس سعيد على استقباله والمفوضين الأوروبيين على مشاركتهما في هذه الندوة شكرا مساء الخير، أود أولاً أن أشكر سيادة رئيس الجمهورية التونسية، وأود أن أقول أننا نعيش في ظرف حاسم، وجاءت هذه البعثة وهذا الوفد المشترك بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية للحديث في كيفية التعاون مع شركائنا الرئيسيين. أتينا هنا من أجل انطلاقة جديدة تعتمد على الرفاه والاستقرار، والمفوضية أوروبية مستعدة للمساهمة في رفاه تونس خاصة بعد جائحة كوفيد 19 ونحن مستعدون للمساعدة على خلق مهن جديدة ومواطنة شغل لفائدة الشباب التونسي ولفائدة الاقتصاد التونسي هذا بالطبع يجب أن يعتمد على تونس حديثة مع اصلاحات حديثة، وهي الطريق الوحيدة التي من خلالها أن نتمكن من خلق الاستقرار. علينا أيضاً أن نعمل من أجل المكافحة ضد المتاجرين بحياة البشر وضد المهربين، ونحن نحتاج إلى مساعدة الحكومة التونسية للبلوغ هذه الأهداف. بإمكان تونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وأن تعول أيضا على أصدقاء تونس استقبل سيادة رئيس الجمهورية اليوم الاثنين وفد رفيع المستوى متكون من السيد لويجي دي مايو وزيرة شؤون الخارجية الإيطالي والسيدة لوتشيانا لامورجيزي وزيرة الداخلية الإيطالية وسيد أوليفي لافيري المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار والسيدة إلفا يوهانس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الصداقة العريقة والتعاون المثمر في مختلف المجالات مع الجمهورية الإيطالية والاتحاد الأوروبي وتدعيم سنة التشاور والحوار في المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد مثل اللقاء ايضا مناسبه للتطرق الى صعوبه الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه كل بلدان المنطقه ومنها تونس في هذا الظرف الاقليمي والدولي الصعب وفي ظل التداعيات الهامه لجائحه كورونا على الاقتصاد والمجتمعات وقد عبر سياده الرئيس عن تطلع بلادنا لان تواصل ايطاليا والاتحاد الاوروبي تطوير تعاونها مع بلادنا خاصه على المستوى الاقتصادي لما فيه من مصلحه لجميع الاطراف ومن اجل البناء الجماعي لفضاء اورو متوسطي يسوده السلم والامن والازدهار والنمو المشترك. كما شكل هذا اللقاء فرصة للتباحث بخصوص تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا والسواحل الإيطالية خاصة في المدة الأخيرة حيث تم التأكيد على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات التونسية لمقاومة هذه الظاهرة وإفاء بلادنا بجميع تعهداتها والتزاماتها في هذا المجال رغم الصعوبات الاقتصادية ومحدوديات الامكانيات واكد سياده الرئيس في هذا الصدد على وجوب تضافر كل الجهود من اجل وضع مقاربه شامله اجتماعيه وتنمويه تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الاصليه وعدم الاقتصار على المقاربه الامنيه للتعاطي مع هذه الظاهره باعتبار ان قضيه الهجره غير النظاميه هي مساله انسانيه بالاساس تقتضي معالجه اسبابها العميقه اولا كما عبر عن استعداد تونس المستمر لتطوير اوجه التعاون مع جميع الاطراف لايجاد الحلول الكفيله للحد من هذه الظاهره وعلى ضروره فتح الافاق للشبان التونسيين للتنقل الى اوروبا من خلال ابرام اتفاق شامل مع ايطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجره والتنميه المتضامنه هذا وسيواصل الجانبين التونسي والايطالي والاوروبي اليوم مباحثاتهما من اجل ارساء مقاربه متكامله لملف الهجره تاخذ في الاعتبار مختلف الجوانب والابعاد وتحفظ كرامه المهاجرين التونسيين وشكرا